أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. وقال الله ليكن نور فكان نور، وهذه الحقيقة من بداية الأيام حتى يومنا هذا، إن الله فعلا أول عمل عمله وفصل بين النور والظلمة. وهذا العمل أحبائي مازال حتى يومنا هذا، أن نور المسيح ينبغي أن يشع وينبغي أن يظهر وينبغي فعلا أن يرى في كل مكان. إخوتي وأخواتي، في هذه الحلقة رح أتكلم عن موضوع كتير مهم، هو عبارة عن سؤال وصلنا عدة مرات على طبعا على الويب سايت وعلى الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال اتكرر عدة مرات عن هل جرب المسيح أو جرب المسيح بالخطية، أو خليني أصيغ السؤال، هل من الممكن أن يجرب المسيح بالخطية؟ وهذا موضوع مهم جدا، من ناحية موضوع مصيري، ومن ناحية تانية موضوع خطير جدا ومسؤولية، إنه معرفتنا لشخصية يسوع المسيح ومعرفتنا لهوية يسوع المسيح بتحدد مسار واتجاه حياتنا وبتحدد كمان أبديتنا. فأنا بصلي اليوم، طالما رح نلقي الضوء على هذا الموضوع، بصلي إنه رب يفتح الأذهان والعيون أيضا، وفعلا يجري معجزة حقيقية في حياتك اليوم.